السلام عليكم. اليمن بين مفترق طرق نحو المستقبل الذي يبدو غير واضح المعالم تماما، لكن المؤشرات تقول إن ثمة دلائل واضحة للعيان بإمكانها استشراف المستقبل بعيدا عن التكهنات أو حتى التنجيمات السياسية. أصبح استئناف العملية السياسية أكثر حضورا، وقد شهد العديد من جولات المفاوضات، لعل أهمها وأكثرها حضورا الجولة القادمة في الكويت التي قيل إنها ستكون حول نقاط تنفيذ القرار الأممي، وتمثلت بنقاط خمس تحدث عنها المبعوث الأممي، لعل أبرزها نقطة سحب الأسلحة التي يرجح المراقبون أنها النقطة الأكثر اختبارا لجدية العملية السياسية، وهي النقطة التي ستحدد بوضوح أفق المستقبل. أذاهبون إلى حلول سياسية مستدامة وسلام دائم أم فاصل لمواصلة جولات حرب مؤجلة؟ وقبل ذلك وبعده من الأسئلة التي تدور، لماذا ترتفع نغمة السلام كلما تم كسر التحالف العسكري على الأرض، وترتفع نغمة الحرب كلما تمكنوا من تحقيق مكاسب عسكرية أو فتحت لهم نوافذ للتمويل؟ وما هي المعطيات والوقائع التي يتم البناء عليها لاستشراف اللحظة القريبة المتمثلة بالوقت بين موعد وقف إطلاق النار وجولة المفاوضات المرتقبة؟ هذه الأسئلة حول مستقبل السلام والحرب في بلادنا ستكون محاورا لمسائنا اليمني هذه الليلة. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. ما تزال الأبصار شاخصة صوب منتصف ليل العاشر من أبريل القادم، وما يحمله هذا اليوم من وعد بوقف الحرب وإحلال السلام، لكن عيون اليمنيين التي تبدو غير مطمئنة لفرص سلام لا يكترث لمسألة العدالة وإنصاف الضحايا، قد تعيد البصر كرتين صوب وعد مرهون بمزاج ميليشيا اعتادت خرق كل الاتفاقيات والمواثيق. ورغم اليقين من فشل المشروع الانقلابي وعجزه في تحقيق أطماع الانقلابيين، يبقى السؤال الأهم من كل ذلك: هل ينتصر السلام؟ انهارت التحالفات وتشكلت أخرى، وتغيرت المعطيات على الأرض وخارطة الصراع، بل ومنطق الاستقواء وخطابه. يدرك المتابعون لواقع اللحظة السياسية الراهنة أن المستشرفين لجولات المفاوضات المرتقبة على كافة الأصعدة هو أن السلام ما يزال بعيدا. من موقعه يتحدث الرئيس هادي قائلا: ستبقى أيدينا ممدودة للسلام العادل الذي ينصف الشعب اليمني، السلام الذي لا يحمل بذور فشله في المستقبل. وهو ما يعزز القناعة بأن اليمنيين لا يخشون استمرار الحرب بقدر ما يخشون أن تظل هاجسا يرافق أي خطوة تمضي بهم نحو سلام خائف وقلق. إذن فما الذي يلوح في الأفق؟ يذهب البعض إلى القول إن نهاية القتال قد اقتربت، إلا أن النزاع سيستمر، لكن أن يكون السلام خطوة مؤجلة للحرب ليس سلاما كاملا. تأكيدات لخبراء عسكريين أن الضامن للسلام في اليمن هو نزع سلاح الميليشيا، وعلى المفاوضين واليمنيين أن يحرصوا على فرض ذلك من خلال تطبيق القرار الأممي. المجتمع الدولي يقف اليوم خلف عملية السلام، وضغوط دولية تمارس على دول التحالف من أجل ذلك، لكن من الذي يمكنه أن يطمئن عيون أم مختطف في سجون الميليشيا برؤيته قبل الدخول في مشاورات لأن تكون مصالح اليمنيين في السلام قبل مصالح القوى الدولية؟ فوحدهم اليمنيون من يؤكدون جدية فرص السلام من عدمها. مشاهدينا الكرام، بداية أرحب بضيفي في الاستوديو أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا دكتور. يعني هو الحديث الآن عن السياسة والسلام في لحظة لم تتوقف الحرب فيها بعد، كيف تقرأ هذا التداخل العجيب؟ طبعا احنا عندما نقوم بمقاربة ما يحدث نلاحظ أن هناك ضغوط دولية تدفع نحو إيجاد تسوية مهما كانت التكلفة. وسأعطيك مثلا أو مثل نموذج حي لما هو مخطط لليمن أو مخطط في سوريا والعراق. ستلاحظ عندما تقدمت قوات المعارضة في سوريا تدخل روسيا لقصف المعارضة وإضعافها بحيث تصبح طرف غير متفوق على البقية. المطلوب هو أن تكون جميع القوى منهكة ومتساوية القوى وغير قادرة على إحداث تغيير. في اليمن كلما تقدمت الشرعية كلما تدخل ولد الشيخ لإيجاد تسوية، والأطراف موجودة على الجغرافيا دون اكتثاف للأطراف، وهذه تعد
مؤامرة دولية على اليمن. لماذا؟ لأن عندما هناك ما يسمى بنظرية أبروتينج اللي هي الاجتثاث، ينبغي ألا يتم في كل تجارب العالم لإحداث تغيير سليم وانتقال سليم، ينبغي أن يحدث إقصاء لجماعات، ينبغي أن يحدث ماذا؟ يحدث ما يسمى بإعادة الاعتبار للضحايا، ينبغي أن يعرف المجتمع حجم التكلفة حتى لا يكرر المأساة. هنا هذه الآلية يريدون تجاوزها، وهذا يقود إلى ما يسمى في تأجيل المعركة والاحتراب إلى 5 سنوات قد تطول أو قد تقصر. ما أريد قوله، ستلاحظ الحديث الآن لولد الشيخ يتحدث عن قرارات القرار 216 مخرجات الحوار المبادرة الخليجية. المبادرة الخليجية المتبقي منها والذي نحن نطالب به الفقرة المادة 7 الفقرة باء التي تقول تنتهي المرحلة الثانية بانتخاب الاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس. والمبادرة الخليجية كانت فيها نواقص متعلقة بعدم وجود آلية مراقبة ولا آلية عقابية لضبط حركة والفعل السياسي والعدواني للجماعات. مخرجات الحوار الوطني حتى الآن يعني نقول أوكي نعتمدها، لكن القرار 216 تحدث عنه ركيزة من ركائز. طيب القرار 216 جاء في إبريل وأعطى 10 أيام من المهلة. طيب منذ إبريل 10 إبريل يعني منذ 14 إبريل تقريبا عندما صدر و10 أيام أخرى حتى مارس الآن 27 مارس حدثت هناك يعني أن القرار 2016 أو 2016 هو مرتبط بما حدث في 21 سبتمبر ودخول القوات انسحابها مش عارف ايه تسليم السلاح. تمام. طيب هناك ماذا عن المساحة أو الزمن الممتد من إبريل حتى مارس يعني ما يقارب عام؟ طيب لكن قبل ذلك قبل القرار الأممي كان هناك تدخل عربي، هو سعى على حسب ما قيل من قبل قوات التحالف التي قادت هذه العمليات إلى إعادة فرض معادلة جديدة على الأرض بإعادة الشرعية إلى صنعاء وكذلك لتسليم الحوثيين للسلاح. هذا يعني يناقض إلى حد ما النظرية التي تحدث عن أن الأمم المتحدة تحتاج إلى وجود هذا التدخل. التدخل العربي واجه هناك قصور موضوعي وهناك قصور من النخبة اليمنية. القصور الموضوعي وهذا هو نقطة الضعف التي تغتالنا كل يوم. نقطة الضعف أنت لديك سلطة، نحن نعلم أن لدينا خلل في المؤسسة الأمنية العسكرية لصالح المخلوع والانقلابيين، وبالتالي توجد هناك نوع من اللا توازن من حيث المعدات والحجم والتجنيد، وبالتالي أنت لا توجد لديك جيش وطني. هنا هذا عنصر رئيسي في المسألة. عنصر الآخر سلطة شرعية خرجت من مجال الممارسة نحو الخارج وأنت تحب تعيدها إلى الداخل. العودة إلى الداخل تحتاج التالي أن تكون الحكومة كيان مشاهد وممارس. هنا سنلاحظ أن السلطة عندما عادت للداخل عادت أفراد وعاد أعلى السلطة جناحين مفترقين، الحكومة والرئاسة، لا الرئيس والنائب. الحكومة عبارة عن أشخاص غير متواجدين في فضاء يشاهدهم المواطنين. نحن نشاهدهم في الواتساب، نشاهدهم في الفيسبوك، نشاهدهم في القنوات. نحن بحاجة أن يكونوا موجودين في الميدان. هذا عنصر. ستلاحظ الفريق الآخر من استراتيجيته خلق الصراع وكأنه بين هو الجانب الوطني وهناك عدوان خارجي، وحاولوا إخفاء أو حجب الانقلاب. وتلاحظ السلطة السياسية لم تنجح في أنها تجعل يعني حتى دول التحالف ارتكبت خطأ. هي طبعا حتى لو مش ارتكبت خطأ لديها مهام كبيرة، مهام عسكرية، إعادة بناء المؤسسة العسكرية الأمنية، تدخل إنساني. أين نخبتنا؟ نحن الآن نتحدث عن دول التحالف والانقلابيين، أطراف متنازعة. الأول عنصر لتحقيق السلام والذي يكسر
الاستراتيجية الغربية هو أن تكون السلطة الشرعية ورسالة لدول التحالف. احنا طالبنا منذ تقريبا سنة هنا، قلنا لهم لا يجوز أن يكون العسيري هو الناطق الرسمي ولا يوجد ناطق. بعد شهور جاء ناطقا رسميا. قلنا ينبغي أن تكون الحكومة كيانا، لأن لابد أن تصبح السلطة الشرعية هي الطرف الرئيس في المعادلة، وتصبح القرارات واتخاذ القرار حتى لو كان التحالف العربي هو الذي يتخذ الذي يعلنها. طيب، السلطة الشرعية. نعم دكتور. طيب سنعود إلى هذه النقطة، لكن قبل ذلك يعني للحديث عن السلام لابد التطرق إلى الميدان كذلك والوضع الإنساني بشكل عام. تنضم إلينا الآن من تعز المحامية رغدة المقطري. مساء الخير أستاذ رغدة. مساء النور. أستاذ رغدة، يعني كيف تنظرون إلى الحديث حول جولة مفاوضات جديدة بالنسبة لكم في مدينة تعاني جرائم من قبل تحالف الانقلابيين بحق المدنيين؟ بالنسبة لوضع مدينة تعز في ظل مساعي السلام والمفاوضات التي نتحدث عنها وتتحدث عنها الأمم المتحدة بشكل دائم، نستطيع أن نقول أن في كل مساعي للسلام، في كل مساعي المفاوضات التي تطرح لنا كمجالات في محافظة تعز، يستبشر المواطنون إذا قلنا في بشكل واسع، جميع المواطنون كانوا يستبشرون بالهدنة التي تتواجد ويتم التصريح عنها بشكل مباشر، لكن الخروقات التي كانت تتم والقصف المباشر للمدنيين بشكل عام يضعف التفاؤل لدى المواطنين في مدينة تعز. الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تحصل في مدينة تعز يجعل المواطنين لا يشعرون بالتفاؤل كثيرا للمساعي السلام الذي يتحدثون عنه، ما يحدث في الجلسات غير الذي يحدث في واقع الأرض بشكل كامل. طيب كحقوقية وكذلك كيعني أحد أفراد أو المواطنين الموجودين بتعز، هل تتوقعون أن يكون يعني ضمن إجراءات بناء الثقة اتخاذ إجراءات حقيقية في أو على مستوى توقف الجرائم ضد المدنيين في تعز وفي غيرها من المدن كذلك؟ نحن نتمنى ذلك، نتمنى أن تكون هناك قاعدة أو فرشة حقوقية بشكل كامل، أن تكون هناك آليات أساساً للعمل قبل الذهاب إلى هذه المفاوضات. شاهدنا نتائج المفاوضات السابقة، جنيف واحد وجنيف ثاني، لم يحدث أي شيء على أرض الواقع. الحقيقة أن المواطنين كانوا يتعرضون لقصف يومي خلال الفترات التي يتم فيها الهدن. لا يوجد، إذا فعلا أردنا أن نذهب إلى مساعي السلام يجب أن يكون هناك أشياء على أرض الواقع ملموسة، الإفراج عن المعتقلين السياسيين، غير إلى الآن لم يعرف حتى مصير هؤلاء المعتقلين. بالنسبة أيضا للحصار الذي كان مفروض على مدينة تعز منذ الهدنة السابقة، لم نرى ذلك غير عندما تحركت المقاومة الشعبية وفكت الحصار عن مدينة تعز في معبر الدحي. إذن يجب أن لا نذهب إلى مفاوضات قادمة إلى بعود حقيقية ملموسة على أرض الواقع، وإلا ستكون مصير هذه المفاوضات كالمفاوضات السابقة التي كانت وما زالت مستمرة، فقط وعود من الميليشيا الحوثي وصالح، لكن على أرض الواقع لا نرى شيء. يعني من الواضح أنني يعني أستشف من حديثك أستاذة رغدة أن ليس هناك مثل ما نقول آثار للحديث عن المفاوضات السياسية والهدن في الحياة اليومية للمواطنين في تعز، لكن الآن نحن أمام موعد جديد، وقف إطلاق النار في 10 أبريل وكذلك مفاوضات في 18 شهر ذاته. في حال تم وقف إطلاق النار كان حقيقيا، هناك حديث عن وجود لجان لمراقبة وقف إطلاق النار، في حال حدث هذا الوقف وثبت السلام، ما هي الأولويات الخاصة بالمدينة؟ في مدينة تعز يبدو أو المستشفى والذي يرى المفاوضات القادمة، هناك فترة من 10 إبريل إلى 18 إبريل هي هذه المساحة التي ستسمح لنا أن نرى على أرض الواقع فعلا هل سيكون هناك شيء ملموس، أثر ملموس على أرض الواقع أم لا. إذا فعلا الميليشيا وافقت على وكانت جادة في هذا في
كما نقول أنها جادة في بالالتزام هذه نعم. فنقول أنه إذا تم الإفراج عن المعتقلين تم الإيقاف القصف العشوائي واليومي، تم قصف أعمال القنص، سمحت للمساعدات بالدخول إلى المدينة، فكت المعابر أمام منفذ المدينة، ذلك سنقول أنه فعلا هناك مساعي حقيقية وجادة للذهاب إلى يوم 18 إبريل. أشكرك شكرا جزيلا المحامية رغدة المقطري، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، وعود إلى الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور، يعني انطلاقا مما تحدثت به الأستاذة رغدة من وضع ميداني وتجربة التي مرت بها تعز وعملية الحل السياسي التي تفاوض عليها في سويسرا جنيف وبيال، وكذلك انطلاقا من حديث المبعوث الأممي على أن هذه فرصة أخيرة ربما لمحادثات أو مشاورات السلام في اليمن، ومرورا وتعريجا على ما تفضلت به قبل قليل، هل نحن أمام مشهد جديد أو أفق جديد في العملية السياسية اليمنية بنظرة موضوعية من أولا منكم؟ هو بالنسبة له يقول أنه فرصة أخيرة بالنسبة له هو كمفوض ويريد أن يحقق نجاحات وفقا لمقياسه، لكن نحن ليس لنا فرصة أخيرة، علينا ألا ننساق وراء أنها الفرصة الأخيرة وأن لابد أن ندخل إلى التسوية. نحن لسنا دعاة حرب، ولكن بناء الأوطان ينبغي أن تكون عقلانية وأن نديرها بما يحقق الصالح العام. بالتالي نحن نلاحظ أن العراق أصبح مجالا إيرانيا، نحن نلاحظ أن الهويات الأولية القومية والمذهبية قد تم استدعائها في العراق وسوريا، والآن يريدون خلق انتماءات جهوية وسياسية في ليبيا. اليمن يريدون أن يكون هناك ظرف موضوعي متعلق بوجود مزاجين وطنيين، يعني إلى حد كبير ينبغي ردمه. لدينا الآن قد تم استدعاء بوعي من قبل الحوثيين. المزاجين بين من ومن؟ جزء كبير من أبناء المنطقة الجنوبية لديهم نفور من الالتحام، ولديهم نزوع يعني نحو فك الارتباط، وهذا يمكن ردمه إذا ما كان هناك، سأتحدث عنه الآن كيف يمكن العمل. نحن لما تصنع القرار السياسي لا تتخدر وتذهب مع ولد الشيخ أو تعطيني فرص، هذا وطن يعني يعطي إنذار يعطي إثنان. لا يمكن لنا أن نذهب إلى سلام لا يحقق السلام، بل يحقق الاستراتيجية الغربية التي تريد اليمن أن تحافظ على كل الكيانات بكل قواها، أن يصبح هذا الوضع رخو غير قادر على الاكتمال الوطني، بل يعيد إنتاج القوى وفقا لوزنها السابق، بل يطالب بالرعاية الخارجية، لأن لا استقرار إلا برعاية الدول الكبرى. نحن ندرك هذا والمشروع واضح غربيا وتحدثوا عنه، لماذا نسقط في هذا الفخ ونذهب؟ لماذا لا نستفيد من كيفية؟ الآن لدينا قصور، حتى لو كان يوم 10 إبريل نحن نستطيع أن نحدث تغييرا. قلنا أول عنصر ينبغي العمل عليه، أولا أثبتت التجربة أن هناك فشلا إعلاميا للشرطة الشرعية ودول التحالف، نقولها بوضوح. وعندما نقول فشل أو تدني أو ضعف أداء ليس عيب، العيب أن نستمر في هذا. لماذا؟ لأن هناك قطع للكهرباء بالداخل، هناك قطع الإنترنت، هناك حرب ما يسمى حرب الإشاعات التي تمت في الحرب العالمية الأولى والثانية. بالتالي أنت لا تستطيع، ليس لديك إذاعة، غير قادر على تعميم المفردات. الآن الذي نجح في تعميم المفردات العدوان 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 هم الإنقلابيين، بالتالي خلقوا حالة عامة اسمها العدوان الخارجي وأصبحوا هم. طيب إلى ما يعود ذلك دكتور؟ يعود إلى عدم يعني أنت دخلت معركة عسكرية، المعركة الإعلامية لا تقل عنها تحضيرا وإعدادا. يعني ليس لديك إذاعة، ليس لديك يعني وسائل إعلامية، وظهر عندما حشدوا الحشود هذا لا يدركون شيء، لديهم معلومات مضللة الناس، يعني لكن أنت غير قادر على أنك تحشد. كيف تحتاجون إلى توعية؟ أيوة. طيب النقطة الثانية، النقطة الضعف في علم الاجتماع يقال لا يمكن لك أن تحدث فعل إلا بتوحيد القيمة. بمعنى ايش توحيد القيمه؟ تصبح القيمه موحده في البنيه الذهنيه المجتمعيه. عندما يكون انا اقول لك الان نتحرر، مفهوم التحرر او الاستعاده عند ابناء المنطقه الجنوبيه يختلف تختلف عن هنا ياتي اين
دور السلطة عندما تضع استراتيجية إعلامية لتوحيد المزاج اليمني، لإيجاد رموز وطنية نلتف حولها، لإيجاد خطاب تعوي، بحيث أنت عندما تراهن، عندما تقاتل، عندما تريد أن تخرج مظاهرة، أن تحشد حول قيمة. عندما نذهب نحن إذا أغلقوا صحيفة، نحن طيب عندما كان هناك دقيقة واحدة بس بالمقابل كانت هناك قيمة الشرعية مثلا، كانت هناك قيمة محاربة الانقلاب. هذا لحظة بس، حتى لا يقولوا نحن ننظر عشان بس المواطن يفهم ما معنى عندما في صحيفة أغلقت. عندما نذهب نتظاهر ليس لأجل الصحيفة، لقيمة الحرية. السلطة ينبغي أن هي تعرف أن هناك خلل، ولا يمكن أن تتحول هذه الجماهير إلى حامل، وأنت عندك أسئلة في تعز. لماذا تعز؟ هذا يضعف ثقة تعز بالسلطة الشرعية، ويجعل يعني ثقتها بالسلطة على تمثيلها وحمايتها وجمع أعمالها ضعيف. عندما تكونك أسئلة ماذا في عدن، عليك أن تكون مكاشف، لأن أثناء التحولات المجتمع يصاب بخوف من المستقبل. عليك أن تعطيه كل يوم إجابات لأسئلة يحملها، عليك أن تشعره بأنك الحامي. نحن الآن سنذهب إلى، قبل أن تذهب إلى، نبهنا قبل فترة قلنا أول عنصر لا نريد، نحن ندافع عن السلطة الشرعية، نحن مع السلطة الشرعية ولا نعترف بالإنقلابيين، بس نحن نريد السلطة الشخصية، السلطة الشرعية أشخاص نريدها قيم. كيان فاعل رئيسي. الفاعل الرئيسي هو الذي يجعل الحوار مع الإنقلابيين في إطار سيادة الدولة. لكن في سياق هذا الموضوع وفي هذا الوقت يعني بالتحديد سيكون الحديث عن خرق للصف الواحد، وكذلك عن تآمر أو عن خيانة في يعني إذا ما جاء الآن ناس يتحدثوا عن نقد لرموز السلطة الشرعية أو محاولة تغيير هذه هي الشخصية التي ترمز إليها، هناك من سيتحدث على أن هناك محاولة لشق الصف أو ما شابه. نحن لا ننقد، نحن نقول عليكم العمل على أن تصبح، ينبغي أن يكون اللاعب الرئيس في المرحلة السلطة الشرعية، هي المحاور، هي الموجودة، هناك وزراء في تعز، وزراء في عدن، حكومة تجتمع، هي التي تسير المجال. الحديث عن سيقولون نحن في معركة وعلينا ألا نذهب، هو الآن الحديث بكل حال عن سياسة أكثر من أي وقت مضى ربما. نحن الآن شوف، هناك دعوة ليضوء من الآن. مثلا عندما تحدث أنت عن السلام، هل تعتقد أن مشروعين عائليين، مشروع عائلي ومشروع سلالي، لا يسعى إلى تحسين موقعه في الحقل السياسي؟ ما عندوش مطالب أنه يشتي 5 مقاعد في البرلمان يريد تمثيله، هذا يريد السلطة. بالتالي عندما أنت تدخل في صراع مع جماعة لا علاقة لها بالديمقراطية، قبل يومين عندما خطب المخلوع يعني رفض الأمم المتحدة وقال خطاب ديمقراطي وتعددي وحزبية، خطابه كأنه رئيس. طيب ما كنا إحنا في الديمقراطية، انقلبتهم، وتضليل واضح. عندما أنت الآن تتحدث عن سلام وأنت تعطي خطاب لا يعترف بالرئيس الشرعي، كيف لك أن تدخل في وتتخدر وتدخل في الكويت وعشرة إبلر وإيقاف؟ طيب نحن مع وقف إطلاق النار بعد اليمنيين، لكن هل نوقف إطلاق النار ونذهب إلى تسوية تقودنا إلى تمزيق اليمن وإلى نحن قلنا لا يمكن لنا، سنذهب للتسوية، ولكن الحوثيين وصلوا، ليسوا جادين يعني؟ مش جادين، حكاية لا فيش جادية، حكاية هناك الحوثيون أداة، آلة لمخطط عليه الحوثيون أن يبقوا حزب الله اليمني، وعليهم تحسين صورتهم. والدليل على ذلك أنهم الآن هم مقابلين للحوار، مستعدين للحوار مع السعودية، وبالمرحلة عند القبول 22/16 هذا التعويم. لكن دكتور يعني بس أوصل المعذر، لأن هناك يعني عدم منطقية، إذا كانت الأمور كذلك عدم منطقية في وجود التدخل العربي بشكل كامل، يعني وكأن ما جرى كان عبثي. هذا ما نحن نتحدث عنه، أنه علينا ألا ندخل في الغرب يسعى بكل قدراته لبقاء الحوثيين، وهم من أدخلوهم كلاعب رئيسي في الحقل السياسي. نحن نقول ليس لدينا، أذلهم يمنيين في الأخير، لكن لا يمكن لك أن تكون ميليشيات على شاكة حزب الله، لا يمكن لك أن تكون حزبا سلاليا تنتمي إلى فئة معينة للحزب شروط، ولا يمكن لك أيضا، نحن لا نطالب بتحويلك كيان، لا، لابد من إحالة عبد الملك الحوثي وكبار الشخصيات إلى المحاكمات وإلى عدالة انتقالية. لا يمكن
ممكن لنا أن ننتقل إلى سلام واستقرار. أفهم منك إذن دكتور أن نزع السلاح كقيمة حددها القرار 2000 يعني قرارات الأمم المتحدة ومن ضمنها 2216 وكذلك كمرجعية للمباحثات القادمة، ما هي النقطة الأساسية؟ أعطيك ماذا سيفعلون؟ سيوقعون وسيدخلون في حوار، ثم سيدخلون البلد في ما يسمى حالة بغداد، تفجير، اغتيال، تفجير، اللا استقرار، أزمة اقتصادية، الدولة تكون ضعيفة غير قادرة على مطالب بالسلاح. هذا في أي المناطق؟ هذا في جميع المناطق؟ سيصبح هناك انفلات وتفجيرات، وسيصبح هناك تقوية للمناطق الجنوبية، ستحاول أن يعملوا خط فاصل، تحسين مستوى العيش، بناء القدرة على التسيير الذاتي، بحيث تصبح ككردستان في لحظة متقدمة وقد تدربت على الإدارة الذاتية، تطلب بالاستفتاء على الدستور في لحظة منفلتة، في لحظة منفلتة قد تؤدي إلى تشد الوضع هناك. وبالتالي نحن أمامنا كردستان، وكردستان لأنهم عقلانيين ولديهم خبراء قد رفضوا الاستقلال في لحظة معينة، هم يحتاجوا إلى وقت لما يعلنوا الاستقلال. في مناطق الشمالية لن تستطيع الدولة إذا لم تضع آليات واضحة، وإذا قبلت التسوية دون عدالة انتقالية، دون المخلوع. لا نطالب بخروج وخروجه آمن، نحن نطالب بإسرداد الأموال، نحن نطالب بمحاكمته وكل من ارتكبوا جرائم حرب، الحديث عن العدوان، الحديث عن أنه وطني ويدافع. أي جيش هذا الذي بناه؟ هذه ميليشيات عائلية يعني نهب الوطن. اثنين، نحن نطالب أيضا الإمارات ب يعني حجز أو الأموال، نقل المخلوع لصالح هذه أموال الشعب اليمني، وعلى دول التحالف أن تكون صريحة في دعم التنمية من خلال طيب أموال المنهوبة. طيب دكتور، نحن يعني لا نطالب بخروج هذا الرجل. عن يعني الآن أنت حدثت عن نموذج بغدادي أو نموذج عراقي كحالة عامة، ألا تعي دول التحالف والسلطة الشرعية كذلك أن البلاد بحسب وجهة نظرك تجر إلى هذا النموذج؟ ضعف السلطة الشرعية وعدم قدرة، يعني هم مدركين تماما، أنا لدي معلومات، إدراك تام، لا ثقة بهؤلاء لا بالمخلوع صالح ولا بالحوثيين، لكن أمام عدم النخبة، غياب النخبة السياسية اليمنية وضعف السلطة الشرعية يعني السلطة الآن عليها أن ماذا تفعل؟ عليها أن تجمع السلطة ورمزية الدولة حول شخص وهيكل حكومة، لم تستطيع. اثنين، أنت حتى الآن يعني شوف كيف إحنا ما هي البدائل دكتور؟ البدائل الآن نحن قلنا دول التحالف عليها أن تعمل في ثلاثة خطوط أو جزء هذه، لأن سنحتاج إلى الخروج إلى الخط الأول، العمليات العسكرية، تدخل الإنساني، تقوية السلطة الشرعية ليس من خلال الاعتراف بشريعتها بل بتعزيز مكانتها، فتح غرفة عمليات إعلامية، فتح قنوات إذاعية وليس تلفزية تقدم لنا الشعر في الرياض، نحن بحاجة إلى خطاب لخبراء، توحيد المزاج الشعبي اليمني حول قيمة وطنية وقيم وطنية قادمة. أما الذهاب للتسوية، هم سيذهبون للتسوية وسيخرجون من الكويت إلى موعد آخر، لأنهم يراهنون على الوقت لإحداث تغيير في الواقع مهما كانت. وحتى إذا قبلوا هناك فراغ، أقولها وأكررها وسمحت، هناك فراغ من إبريل إلى مارس، ما يقارب سنة، ماذا عن هذه الانتهاكات التي لم تشملها التسوية؟ هل نتحدث عن سنكمل الحوار دكتور، لكن قبل ذلك دعنا نذهب إلى فاصل قصير، نعود بعده مشاهدينا الكرام لمواصلة حلقة اليوم، تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقة المساء اليمني في هذه الليلة. دكتور، يعني من ضمن الحديث الذي تحدثته أنت كان هناك طرح عن الضمانات التي يجب طرحها لدخول في هذه المفاوضات، وعندما طرحت هذه المسألة لتنفيذ القرار الأممي، الضمانات الكافية أو الضامنة لتنفيذ القرار الأممي، كان الجواب من قبل مسؤول في الرئاسة اليمنية أن المقاومة والجيش الوطني هما الضمانات، كيف تقرأ هذه النقطة؟ هذا خطاب إعلامي، تصريح إعلامي يمكن يقول هم الضمانات، إذا كانوا مش قادرين يعني يحدثوا فعل في الواقع يضمنوا، إذا كانوا هم ضامنين كانوا أخرجوا الميليشيات من أرض الواقع. نحن عندما نتحدث بعقلانية نقول لا تقبلوا المغالطات من البداية، أنتم قبلتم أطراف النزاع اليمني، هذه أول كارثة ترتكبها السلطة، أن نحن نتحدث عن أطراف النزاع، ليس هناك طرف نزاع، هناك سلطة شرعية، ولديك ميثاق، ولديك المبادرة الخليجية، ولديك القرارات الأممية تتحدث عن شرعية وعن انقلاب، لماذا أطراف نزاع؟ اثنين، لماذا نذهب للتسوية دون ليس لا نريد نحن حل ثلثين بثلث،
هذا في ثلث، هذا حل قبلي يؤدي دائما إلى الثار وإلى تراكم الثار. نحن أمام بناء دولة، نحن لم نستقر منذ قيام الثورة 26 سبتمبر، علينا أن نستفيد من ما يسمى علم الانتقال. علم الانتقال وتراثات الانتقال وأدبية الانتقال في العالم معروفة، بالتالي على اليمنيين أن يقرأوا فقط تراثات الانتقال في أمريكا اللاتينية، في أفريقيا، ليعرفوا كيف نسير خط الانتقال. خط الانتقال لا نقول نحن يعني بمنطق كذا، بمنطق يعني عقلاني، هل نحن بعد كل هذا التدمير والاغتيالات وحصار تعز وسرقة الميزانية وانتهاك سيادة الدولة وإهانة رئيس الدولة نذهب بعد كل هذا نقول نذهب ثلثين بثلث؟ هناك حاجة واضحة، أنا أنصح وجود عدالة انتقالية حقيقية. نذهب للكويت، نذهب للكويت ومعنا ثور لنذبحه هناك. طيب دكتور، قبل أن نكمل نقاشنا، يعني ينضم إلينا الآن الكاتب الصحفي الأستاذ وليد الأبارة. مساء الخير أستاذ وليد. مساء النور أستاذ وليد. يعني هناك من يطرح أن نقطة سحب الأسلحة التي تضمنها القرار الأممي هي النقطة التي ستحدد آفاق المستقبل بشكل واضح، هل نحن ذاهبون إلى سلام أم إلى حروب مؤجلة؟ بوجهة نظرك يعني هل نحن سنذهب إلى سلام في حال وافقت الميليشيا على سحب الأسلحة والتزمت بشكل واضح بالقرارات الأممية، أم أن المفاوضات أو المشاورات القادمة ستحمل ما حملته الأيام الماضية خلال أكثر من عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكر الأخوة قناة تركيس وأشكرك أخي العزيز. أود أن أوضح سير العملية السياسية منذ 2011، لأنه لا يمكن أن نفهم طبيعة أو شيك المفاوضات الجارية بمعزل عن المسارات التفاوضية السابقة التي بدأت بالمبادرة الخليجية. أولا، أصبحت الأطراف اليمنية أو كل القوى السياسية المتواجدة على الساحة جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. بمعنى أوضح، كان يجب في مؤتمر الحوار الوطني ألا يجلس ألا تجلس الأحزاب السياسية مع ميليشيا لا زالت تمتلك السلاح، وكان يجب ألا يتم الجلوس مع نظام لا يزال يمسك بالزناد. كانت هذه العلامة الفارقة في التاريخ اليمني الحديث، تاريخ ما بعد 2011. تلك العملية التفاوضية التي تمت منذ تلك اللحظة هي مجرد عن إعاقات دائمة تستمر في مرحلة إشعال الحرب وإيقافها، إشعال الحرب وإيقافها. نحن كيف، لكن كيف يمكن تجاوز ذلك أستاذ وليد في هذه اللحظة الراهنة؟ في هذه اللحظة الراهنة دعني أقول على أنه أنت ذكرت أنه يجب أن التزام الحوثيين بتسليم السلاح. طبعا تسليم السلاح هذا جزء رئيس لقيام الدولة، لا يمكن أن تكون دولة ولا يمكن أن يكون هناك عملية سياسية حقيقية إلا بتسليم السلاح، هذا صحيح، ولكن هل يمكن أن يحدث ذلك؟ لا يمكن، لا يمكن. إذا ما المجدي في ظل هذا الوضع؟ أنا أعتقد على أن يجب أن تمتلك القوى السياسية، يجب أن تمتلك القوى السياسية خيال واسع. بمعنى أنا شخصيا راهن على المقاومة، أعتقد على أن الشرعية الحقيقية يجب أن تنبثق من القيادات الميدانية المحلية، تلك التي أصبحت الآن تسير في المسار الصحيح. مسار العملية السياسية، مسار العملية السياسية أصبح مجرد إعاقة دائمة لقيام الدولة، لأن كل الاتفاقات السياسية السابقة منذ 2011 وحتى اليوم كانت تنم بالعكس عن رغبة الجماهير، بالعكس عن 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 الطلبات الحقيقية للتغيير، بالعكس عن 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 التأسيس لبناء دولة. وبالتالي الخيار الحقيقي هو خيار المقاومة، هو خيار المقاومة المحلية التي تحاول أن تشق طريقها لإسقاط الحكم الميليشياوي وبناء سلطة محلية. طيب أستاذ وليد، هل يعني هل يتفق ذلك مع الطرح الذي يقول أن الحوثيون في الأخير على الرغم من ضربات التحالف المستمرة للمواقع العسكرية في اليمن إلا أنهم ملتزمون بتهدئة على الحدود، هل يتفق ذلك مع الطرح الذي تفضلت به؟ هذا ليس صحيح، هناك اشتباكات متقطعة اليوم جرت في ميدي وأيضا وفي أكثر من جبهة عسكرية، ولا لا يوجد
هناك مراوغة عسكرية تتم أو مراوغة سياسية تتم من أجل الكر والفر ومن أجل كسب بعض الأنفاس ومن أجل أيضا الهروب من الضغوط الدولية من كلا الطرفين، بمعنى على أن هناك ربما أن هناك في الكثير من المناطق التي تتم ساحات العمليات العسكرية التي تتم في كثير من المناطق هناك أضرار قد تصل للمدنيين ومناطق معزولة من المواد الغذائية والحالات المرضية وإلى آخره، وبالتالي كل طرف يناور. ولكن طيب أستاذ وليد في هذه النقطة تحديدا، هل أفهم من كلامك أنك تتفق أستاذ وليد؟ نعم، هل أفهم من كلامك أنك يعني تتفق مع أن هناك الحاجة إلى المضي في المسار السياسي كما مضت المشاورات السابقة، في حين يظل العمل العسكري على الأرض في جانبه ويمضي يعني بمساره الخاص؟ ربما هذا الخطاب يجب أن تنتهجه الحكومة، لأن الحكومة هي حكومة كل اليمنيين، لكن بالنسبة لنا كمواطنين وناشطين صحفيين نحن مع خيار المقاومة ولا شيء غير المقاومة واسترداد سلطة الشعب، هذا خيار اليمنيين. إن كان الحكومة خطاب آخر يتعلق في العملية السياسية فهذا شأن الحكومة. أنا وجهة نظري على أن بما أن العملية السياسية للحكومة أيضا بالمقابل هي لا تسير بالتزامن مع متطلبات الناس على أرض الواقع وما يعصب بفعل، هذا واضح، وبالتالي نحن مع خيار المقاومة ولتذهب العملية السياسية إلى حيث شاءت أن تمضي. على الرغم هذا ليس ولد اللحظة، لأن هناك عملية تراكمية من أزمة الثقة، هناك أزمة ثقة كبيرة جدا ما بين الأطراف السياسية. كيف يمكن أن تثق بطرف كان يجلس في مؤتمر الحوار الوطني بينما هو يقوم بحرب الاجتياحية؟ كيف يمكن أن تقبل بطرف أنت قدمت له الحناصة وقدمت له ما لا يمكن أن يتخيله أي دكتاتور؟ نعم أستاذ وليد، وهو بالمقابل يقود حرب وتحالفات جديدة بأدوات الشرطة وأدواتها أيضا. كل هذه العملية المتراكبة لبناء الثقة يجعل اليمنيين أشكرك أستاذ وليد. نعم أستاذ وليد أشكرك شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي وليد الأبارة كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أعود إليك دكتور، يعني بالحديث بالتطرق إلى النقطة التي تحدث بها الأستاذ وليد وأن هناك حاجة إلى خيال أوسع لدى الحكومة الشرعية والقوى السياسية المؤيدة لها، وكذلك إلى العودة إلى أن هناك فعليا نقاط تمسكت بها الحكومة الشرعية من حيث إجراءات بناء الثقة كما يعني تردد كثيرا، من حيث إطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن تعز كمدخل لمفاوضات جديدة، ونحن شاهدنا تأجيلا للمفاوضات مما كان مفروضا من يناير الماضي إلى الآن في الأخير. هذا ذا يعني الأداء السياسي بشكل عام للحكومة هل يصب فعليا في ناحية الأداء القوي أو يمكن الحديث عنه أنه أداء متماسك؟ سأحاول أكمل سريع. إجراءات بناء الثقة الحكومة لن تخرج منه، وإذا وقعوا في الفخ الانقلابيين سيدخلون في إجراءات بناء الثقة. نحن بحاجة، إذا ذهبت تحت الضغط الدولي للمفاوضات، تحت الضغط الدولي ولكسب يعني الرأي العام معك، إذا أراد الغرب، لو كان الغرب يعني صادقا معنا لكان صنف الحوثيين كجماعة إرهابية والمخلوع كمجرم حربي يبغي متابعته واحتجاز أمواله في كل مكان في العالم. لكن طالما أن هناك توجه غربي نحو دفع نحو التسوية، على الأقل عندما نذهب إلى تسوية ينبغي أن ليس العملية العسكرية، ينبغي أن يكون بالتوازي معه بناء جيش وطني بسرعة فائقة بما يحدث فارق أثناء التفاوض أثناء العملية العسكرية. هناك إعداد مؤسسة أمنية وعسكرية خلال هذه المسافة تصبح المؤسسة العسكرية الوطنية الحديثة أكثر قدرة وإمكانيات من الميليشيات، بما هي التي تحدث في اللاحق أثر. هذا عنصر عملي. العنصر الآخر، لا تذهب وأنت تطلع بالتلفزيون نحن نطالب بالقرار 2016، اذهب معك يعني عندما يقولون عندما تطالب ب 100 متر طالب ب 200 متر. في عندك 2016 ينتهي في ابريل، انت طالب بملف حقوق الانسان من ابريل الى مارس مقارب سنه، هناك دمر، هناك فجوة. اذا انت طالب بهذا، اما في 2016 هذا ممكن ترجع له في 2022. سحب الان، بقي سحب الجيش، سحب هناك الان تغيير خارطة الوظيفيه، جامعه صنعاء تم تعيين فيها وكلاء وزعه الانقلابيين في كل مؤسسة الجيش والمؤسسة الأمنية والوظائف. عندما ترجع للداخل
كل الدولة وسلطتها ومفاصلها ويعني ارشيفها الوطني والأمني والسياسي مع الانقلابيين. بالتالي أنت عندما تدير معركة يجب أن تعمل، أنا أقولها وأوجهها، يجب أن يتم أثناء الحوار لامتصاص الضغط الدولي، لمسطة الضغط الدولي. ينبغي ألا يكون الإعلان 2016 الإعلان هناك مسافات فيها حقوق إنسان، تدمير تنمية، ما ارتكب انقلاب. ينبغي أن تكون الانقلاب مفردة يومية في الخطاب. اثنين، العمل على بناء جيش وطني بسرعة فائقة ومؤسسة أمنية أثناء التفاوض، لأننا بعد الكويت إذا قبلنا الكويت ذهبنا في تسوية، فأنا الحوثيين هذه نهاية، هذا هدفهم النهائي هم المحافظة على وجودهم في الجغرافيا، ومهما أخذوا من سلاح شكلي لن يسلموا. والدخول بشكل غير واضح بمؤسسات الدولة قد يعني دخلوا، هو الآن انتشروا. اثنين، السلاح أنت لا تعرف أين هو تم تخزينه، الميليشيات المدربة كيف تدمجها في الجيش، دمجتها في الجيش، إذن أنت أدمجت الإنقلابيين والحوثيين العقائديين في مؤسسة وطنية، وبالتالي هؤلاء لن يتبعوك بل سيكونوا خلايا مكوكبة. كيف استعمل؟ عليك أن تقوم بسرعة فائقة بناء جيش وطني ومؤسسة أمنية أثناء التفاوض وأثناء العمليات العسكرية، والدخول في حوار يعني سقفه أعلى من 2016. يعني هناك حاجة إلى إنهاء إجراءات أو مظاهر الانقلاب بشكل عام في جميع المؤسسات اليمنية، في المظاهر الحياتية اليومية لليمنيين، وكذلك هناك حاجة إلى رفع سقف مطالب الحكومة الشرعية وعدم الرضا ب يعني ما تعرضه المنظمات الأممية. لديهم مساحة من 10 أيام فراغ إلى سنة كاملة من الانتهاكات وحصار تعز. ملف حقوق الإنسان ملف لوحده يحيل الحوثيين المخلوع صالح، حتى ودخلنا في تسوية سنذهب إلى كل المنظمات، سنعمل على متابعة المجرمين الحرب، هذا ملف لا يمكن التخلي عنه. اثنين، السلطة الشرعية يتوجب أن نشاهدها، إذا لم نستطيع حتى الآن نحن نقول كباقي 10 أيام وحيدخلوا مفاوضات، خلالها علينا أن نضع السلطة الشرعية كفاعل رئيس في التصريح في الحضور، علينا الإجابة عن أسئلة الناس عن الجرحى. يا أخوان لا يمكن لك أن تكون تعز فيها أسئلة وواحد يشكك بالرئيس ويشكك بنوايا النائب، هذا لا يخدم مصلحة العامة، لا يجوز. نحن في معركة وأنت بحاجة إلى حامل مجتمعي وجماهيري، كيف لك أن تريد حامل جماهيري وأنت لا تكسب ثقته؟ بالتالي المعركة تفاوض بناء جيش وطني ومؤسسة أمنية تتجاوز عدة وإعدادا الانقلابيين بما يجعلها اللاعب، تقوية السلطة حتى يصبحوا الانقلابيين خارجين عن القانون، وعلى السلطة بسط نفوذها واحتكار العنف بالقوة بالسلام. طيب يعني بسؤال أخير دكتور، إلى ما تعزو عدم وجود هذا الذي تفضلت به إلى الآن؟ للأسف الشديد الرئيس عبد الرب منصور هادي يعتمد على أفراد ولا يعتمد على فريق، وحتى الآن لم نجد أن نائب الرئيس يكون اتساق أو مجال امتدادي لنائب الرئيس، يعملون من خلال الأفراد. نحن بحاجة إلى فريق، وفريق اقتصادي، فريق أمني، فريق إعلامي، لا تعمل من خلال الأفراد، لا لابد أن تستفيد من تجارب الشركات العالمية في الاستشارة، في تسويق المظلمة، في الحضور الإعلامي، في صورة الرئيس، في تعزيز الشرعية، في كيف نعزز قيمة الرئيس ونجمع الدلالة حوله. هؤلاء يشتغلون بمزاج شخصي وبعلاقات فردية وبشلل. نحن أمام معركة تحتاج منا أن نلعب كفريق، وعلى دول التحالف أن تعزز السلطة الشرعية. نحن مع الرئيس عبد الرب، مع شرعيته، مع نائب الرئيس، ولكن عندما ننتقد لأننا معكم ننتقدكم ولا نترك المجال رخو. بثلاث كلمات، مع الحل السياسي أم مع العملية العسكرية؟ أنا علينا أن يكون الخيار العسكري خيارا رئيسيا وأساسيا، ولا يمكن لنا الحديث عن عسكري دون مسار سياسي. فلنذهب بسقف ملف حقوق الإنسان، فلنذهب للتسوية مع تسليم السلاح، الخروج من الوظائف العامة التي تم منحها، مع آليات رقابة دولية، مع محاكمات للمخلوع صالح وكبار الحوثيين. لن نتنازل مقابل تخفيف التكلفة ببقاء الحق اليمني مثخن بالجراح. عندما يكون مثخن في الجراح تصبح الجماعات متمترسة حول الهوية، يصبح هناك يعني
ثأر مكبوت، ننزع نحو الحرب أكثر من السلم ولا تكتمل الهوية الوطنية. نحن لا نسقط في المخطط الغربي، والآن لاحظ كيف يعطون حكم ذاتي للأكراد، كيف يستدعون العلويين السنة. نعم. سنة معتدلة، سنة متطرفة. نحن كنخب يمنية، كفريق سلطة شرعية، علينا أن نخطط لأنفسنا أيضا، طالما فهمنا المخطط الغربي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الباقي شمسة، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. في الختام تقبلوا تحيات طاقم العمل، وهي تحياتي وجيه السمان مقدم هذه الحلقة. إلى حين نلتقي، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.